بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنبدأ نشرح ليفلز والكريدز. طيب مبدئيا عشان اروح اعمل ليفل بروح على اي الفيشن من الفيشنز الموجودة. بروح هنا على مثلا النورس، ببدأ الاقي هنا عندي ليفل 1 ليفل 2، ده الديفولت بتاع برنامج ريفيت. اوكي مبدئيا لو علمت على اي ليفل من الليفلات ببدا ممكن اغير الارتفاع بتاعه، مثلا انا عايز 2 متر ايا كان. اوكي مش وببدا مثلا لو علمت عليه هلاقي في علامة الزد دي، وهو هنا بيكسره لي، بحيث ان لو في اي ليفل تاني متعارض معاه او متعارض مع الكلام بتاعه بيبدأ يحركه من التو بوينتس تول، بحيث ان الكلام ما يتعارضش مع بعض. طيب ازاي برسم ليفل من الاول وجديد؟ لو انا عايز ارسم ليفل بروح على ريبون اركتكت، البانل داتوم، بروح على ليفل. اختصار ليفل هو ال من على الكيبورد. اوكي بيبدا هنا يديني في قائمه درو لاين بيك لاين. لو انا عايز ارسم مثلا بايدي على طول اللاين ببدا احدد المكان اللي انا هرسم فيه. اوكي وببدا ادي له اول بوينت واخر بوينت. انا كده رسمت ليفل 3. اوكي طب انا لو انا عايز ارسم بعد محدد من الليفل ببدا اديله في الاوبشن بار عندي حاجه اسمها اوفست. اوكي من اوفست هنا بقول له انا عايز ارسم بعد 3 متر. من بعد 3 متر ده انا خلاص اديت له البعد، ببدا ارسم على الليفل اللي انا هبعد منه 3 متر، بقول له بيك كده و بيك تانية. ببدأ هو كده بعدولي 3 متر بالظبط ما بين الليفل ده والليفل اللي بعدي. طب لو انا عايز مثلا ارسم ليفل بيزمنت مثلا جاي من على الزيرو هنا، اول ما هاجي ادوس اول بيك هرسمهولي فوق. طب انا لو عايز احوله لتحت ما ادوس سبيس من على الكيبورد يبدا يحوله لي تحت وانا برسم واعلم على السبيس بتاعتي. ده ازاي بعمل بيك لاين للليفل؟ ممكن اقول له بيك لاينز. اوكي وبعد كده اقول له من الاوبشن بار مثلا انا عايز اقول له اوفست قد ايه، هدي له مثلا 3 متر برضو. اوكي فببدا احدد هنا هنا بيبدا السنس بتاع الماوس بيبدا القط انا عايزه فوق ولا فوق الليفل ده ولا تحت الليفل ده، بيلسنس كده من على اللاين بتاعي. طب انا عايزه فوق هيحدد لي دوت لاين ازرق كده فوق الليفل، بقول له معلم عليه بعد كده دوس بيك بيرسم لي على طول الليفل اللي بعديه. اوكي انا دلوقتي كده رسمت الليفلز بتاعتي. لو انا عايز اسمي الليفلز بتاعتي فببدا اعلم على اللاين بتاع الليفل، بعد كده ببدا اعلم على اسم الليفل، بيبدا يقول لي النيم بتاعي ايه فبقول له بيزمنت. اوكي طيب اول ما دوست بره هيديني الرساله موجوده قدامي دي، وهي هل انا هخلي النيم اللي في الفيو ده هو نفس النيم اللي في البروجكت براوزر ولا لا؟ فبقول له يس. هلاقيه ظهر معايا هنا بيزمنت. اوكي بعد كده ممكن اقول هنا زيرو او جراوند فلور. اوكي وقول يس هلاقيه ظهر معايا. اوكي طيب فيرست فلور تعالوا نقول له هنا نو، هلاقيه ما غير ليش
الاسم بتاعي. طب لو انا عايز اغيره بروح اقول له كليك rename وبقول له ده هيبقى first floor واقول اوكي وهكذا. اوكي كده انا عملت الليفل. لو انا عايز طبعا اتحكم، انا قلت في الاول في الارتفاع، ببدأ اعلم على ليفل وبعلم على الارتفاع وببدأ اديله الارتفاع اللي انا عايزه. اوكي ماشي. اوكي طب تعالوا نرسم جريد. طيب ازاي ببدأ ارسم جريد؟ بروح على ليفل من الليفلات بتاعتي اللي انا رسمتها وببدأ اروح على ريبون ارك بانل داتوم، هلاقي حاجة اسمها جريد واختصارها جي ار. اوكي بعلم على جريد وببدأ ارسم من قايمة درو، هلاقي لاين بعلم على اللاين وببدأ ارسم اللاين. انا كده برسم الجريد الرأسي بتاعي. اوكي بحط اول جريد رأسي، بلاقي هنا معايا مثلا انا عايز البابل تظهر معايا في الناحيتين، هي هنا ظهر هنا ومش ظهر ناحية تانية. ساعتها في حل للموضوع ده، هلاقي المربع ده بعلم عليه بلاقي ظهر معايا البابل بتاعتي. اوكي طيب تعالوا نرسم بابل، نرسم لاين جريد تاني. اوكي انا عايزه يكون على مسافة معينة من الجريد الاولاني، فببدأ احدد من من الاوبشن بار، هلاقي الاوفست بالظبط زي الليفل، بعلم على الاوفست وبديله رقم محدد وببدأ ارسم اللاين. ما ننساش مثلا ندوس اسكيب بعد كل لاين عشان يخرج من اللاين ذات نفسه. لو ناخد بالنا هو هنا كده، انا كده بعد ما رسمت هو معلم لسه على اللاين، لو دوس اسكيب واحدة بس هيخرج لي بره اللاين بتاعي. اوكي انا دلوقتي كده رسمت 5 grids. طيب انا دلوقتي عندي كل grid مش محطوط ليها البابل الناحية التانية. لو انا عايز اخليها دايما البابل التو بابلز موجودة، معلم على grid منهم وبقول له من properties edit type، بروح على حاجة اسمها plan view symbol and one، بعلم عليها من هنا من الفاليو، بعلم عليها بعلم على البرومبا ده وبقول apply. okay. هلاقيها ظهر معايا في الكريدز الرأسية بتاعتي. طيب لو جيت هنا رسمت، انا عايز اعمل pick line للكريد واقول له pick line ويقول له offset مثلا انا عايزه بعد 3 متر وهكذا، ببدأ ارسم الجريد بتاعتي. طيب انا كده خلصت الجريدز الرأسية بتاعتي، انا عايز ارسم الجريد العرضية الافقية بتاعتي. اوكي هبدأ اعلم على لاين وهبدأ ارسم الجريد. طب احنا هنا مديان له offset للجريد، مش مشكلة حتى لو انا وانا برسم لو رحت على الاوبشن بار وقلت له انا مش عايز اي offset هيبدأ يرسم لي الخط عادي جدا من غير اي offset. انا رسمت كده الخط، هلاقيه ظهر لي الرقم اللي بعد اخر رقم انا رسمته. طيب انا مش عايزه يبقى رقم، انا عايزه يبقى حروف، فبالتالي بدوس دبل سكيب، بعد كده بعلم على الجريد وبعلم على اللاين على الرقم وبدوس له كنت شفت اي بحيث ان هو يبقى اي كابيتال، غيره لي في الناحيتين. طيب هرسم الجريد اللي بعديه، هلاقي دايما لايت اي بي سي دي
ناخد بالنا من حاجة مهمة. لو انا مثلا جيت على الكريت ده واتمسح مني، فلو جيت رسمت تاني هو مش هيلقط ان الكريدت مسح، فبالتالي هو ارى اخر حاجه كانت الاي فبعديها اف، ارى بعد الدي اف، فده غلط. فبالتالي برجع انا اعدله بنفسي، بقول له اي وببدا ارسم من جديد. لو انا هرسم جريد تاني، اوكي طيب انا عندي هنا الجريدز مش على نفس اللاين، هلاقي هنا الجريد A مش على نفس اللاين بتاعي. لو انا عايز احرك الجريد بتاع ال A خليه متوازي مع بقية الجريد، فببدأ اروح على السيركل الموجودة تحت البابل بتاعتي وببدأ اعلم عليها، بعمل لها دراج لحد ما تعمل سناب مع بقية الجريد، وبعد كده ببدا اسيب. بيظهر لي هنا علامه ال القفل ده، فببدا لو انا مثلا هو كده قفلهولي مع بقيه الكريد. لو انا حركت اي جريد من الكريدز فوق وتحت هلاقيهم كلهم بيتحركوا معايا. طيب لو انا عايز احرك الكريد ده بس لوحده، بعلم على الجريد وبعلم على ال القفل ده فبيفتحولي، فببدا احرك الجريد ده لوحده بس. اوكي ده في حاله ان انا احتجت ان انا احرك الجريد ده لوحده، ماشي. اوكي ده كده النهارده انا شرحت الليفل والجريدز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.